الاتجاه الاقرب. لكن عايز اتكلم عن مصير الدوري المصري، السيناريوهات المقترحه الاقرب للحدوث ايه؟ اللي بيتحكم في القصه كلها دلوقتي فيروس كورونا هيوصل ليه؟ طبعا تمام؟ طبعا. لازم نتفق على دي مبدئيا. طيب في ظرف مثلا شهر انتهى القصه باذن الله يعني، وربنا يكرم يعني ونتمنى ان شاء الله، هيبقى معانا كده، هيبقى شهر مثلا ابريل انتهى، هيبقى معانا 5 و6. هل انت هنا كاتحاد كوره وكدوله وزاره الرياضه هتقدر تضغط الدنيا وتلعب المسابقه ولا ايه اللي هيحصل؟ ده في حاله طبعا ان احنا زي ما قلنا في ظرف 4 اسابيع ولا حاجه او 5 متبقيه لغايه نهايه ابريل باذن الله يكون تم السيطره على تفشي فيروس كورونا وانتهى على الاقل بإذن الله. على الاقل بالنسبه لمصر هنا بنتكلم بإذن الله. هنا احنا هنقدر نقول دلوقتي بقى لنا 16 جوله في بطوله الدوري. 16 جوله لو قسمناهم قلنا مبارتين في الاسبوع مثلا يبقى عايزين شهرين. حلو. طيب الدوري الانجليزي ناخده كمثال، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اقتراح ان انت تلعب 6 اسابيع تخلص يوم الدوري. في اقتراح بالظبط زي ما انت بتقول كده، من اول شهر يونيو نهايه يونيو لو تم السيطره على المرض عندهم. لا هم مدين نفسهم كمان ان لا 4 و5 مش هيبقى تم السيطره على المرض عشان الدنيا تنضف خالص زي ما بيقولوا ونفنش عليه. لا في نهايه ايه او في النصف الثاني من يونيو هيبداوا يلعبوا مباريات المتبقيه من الدوري الانجليزي. تمام تمام. قال لك هنضغط البطوله في الفتره ديت في ال6 اسابيع دول لغايه بدايه الدوري الجديد في اغسطس. الدوري الانجليزي دايما بينطلق 9 10 11 اغسطس الميعاد الثابت بتاعه يعني وفقا لبدايه الاسبوع. السنه دي ده هو 8 او 9 اغسطس. ما انا بقول لك يعني هم دايما حسب بدايه الاسبوع لان هم بيبداوا مع بدايه الاسبوع هناك. فسنويا بقى تيجي بدايه الاسبوع يعني. الاسبوع الثاني من اغسطس هم دايما بيبداوا مع بدايه الاسبوع الثاني من اغسطس يشوفوا جه امتى وكده. فهم هيبداوا هيضغطوا الموضوع عندهم، قالوا لو الفيروس تم السيطره عليه هيبداوا كده وهيبداوا يشتغلوا كده. هل احنا ممكن نعمل كده في مصر؟ انا شايف الموضوع مش صعب يعني، بس تبقى في اراده ان احنا نعمل كده، مفيش تاجيلات مع الوضع في الاعتبار لمخاطر القصه دي برضو واللي بداوا يتكلموا عليها في اوروبا النهارده. ديلي ميرور بتتكلم وكذا صحيفه انجليزيه في الضغط الشديد اللي هيحصل على عضلات اللاعبين. هتضغط موسمين، ما هو مش ممكن ان انا اجي العب. لا بس لو بالنسبه للمقترح بتاع انجلترا انت لو رجعت في شهر 6 فتخلص في 6 اسابيع، هتخلص على نص 7. تمام. فهتاخد تقريبا او اول 7، فهتاخد شهر او اقل. لا. من شهر 3 اسابيع. انت هتلعب لبدايه الموسم هو لا. اسبوع قال لك 6 اسابيع هتضغط وبعد كده تاخد اجازه وترجع. انت هتبدا نص الثاني من يونيو زي ما بيقولوا اسبوعين في يونيو وشهر 7 بالكامل، تاخده اسبوعين في يونيو وشهر 7 بالكامل. يتبقى عندك خلاص اللي هو بدايه اغسطس اللي هم 11 10 11 يوم راحه اللاعبين او قبل انطلاق البطوله هو بكتير اسبوع. يعني اتكلموا فيها يعني، حتى النقطه دي درسوها وداسوا فيها في الصحف الانجليزيه والبريطانيه النهارده. قال لك ان ده ممكن يعمل مشكله كبيره في الموسم الجديد للاعبين. هيحصل بقى ضغوط كتير وكرامبات كتير وعضلات كتير واصابات عضليه وهتتكرر يعني العمليه ملخبطه في كل. بس احنا ما بيحصلش عندنا الكلام ده، خلي بالك احنا متعودين على كده. احنا متعودين على الاصابات، احنا بنلحم الموسم في بعض واللعيبه بتبقى زي الفل الحمد لله. الدوري المصري دوري العام يعني احنا اساسا بدون سنة. حاجه بنقعد سنه. عندنا مثال الدوري السنه اللي فاتت قعدنا سنه ودي كارثه يعني ما بتحصلش في دوله في العالم للاسف. بس احنا ما وراناش حاجه ماشي. فهل هل هنعمل ايه مع التاجيلات دي؟ ولذلك انا ارجع تاني للنقطه الاولى اللي انا قلتها، قلت لك هل احنا هنقدر نعمل الكلام ده؟ كاتحاد كوره هنقدر نعمل الكلام، هنقدر نضغط وهنقدر نحط الانديه تحت الضغط ده مع الوضع في الاعتبار، لان ما دام رجعت وما دام تم السيطره على الفيروس يعني خلاص ترجع بطولات قاريه للانديه، ترجع تصفيات كاس عالم وتصفيات امم افريقيا للمنتخب. يعني هيبقى عندك توقفات انت مجبر عليها. تمام. لازم يجب ان تضعها في الحسبان ايضا. فالموسم صعب، الموسم حساباته صعبه جدا الموسم الجاري بسبب اللي حصل بسبب الفيروس. طب لو وصلنا لشهر كام هنا في مصر من غير ما يرجع النشاط يبقى الدوري هيتلغي من وجهه نظرك او من تخيلك يعني؟ مش عايز حته تتلغي دي انا. طب هتتلغي هتعمل ايه في يتلغي؟ يعني الفكره دي مطروحه في العالم ومرفوضه. مطروحه ومرفوضه؟ مطروحه ومرفوضه في كل الدول. الاقتراحات. يعني في كل الدول مرفوضه. سواء من الفرق يعني عايز اقول لك المتصدره، بعض الفرق المتصدره بترفضها رغم المتصدر، واللي تحت المتصدر بيرفضها. يعني مش هنقول يعني انا بقول لك ليه النقطه دي، مش هنقول دوت كسبان خلاص دوري يقول لك وده ضايع منه دوري. لا الفرق اساسا في فرق كتير في العالم رفضاها. وشفنا المقترحات اللي قدموها بعض رؤساء الانديه والاقتراح المجنون بتاع رئيس ساوثهامبتون
رئيس كريستال بالاس لما قال لك نتائج اخر اربع اسابيع وانا كسبان اخر اربع اسابيع يبقى انا البطل ولا. لا راجل قال كده اه يعني هو بطل الدوري قال لك يعني كل ليفربول عملته اخر, آخر اربع جولات قبل الكورونا نشوف حصل فيهم ايه ويبقى يحدد عليهم البطل. هو كسب اخر اربع جولات كسبان ثلاثه ومتعادل ماتش تقريبا يعني فهو البطل هو البطل يعني فحسابات مجنونه العالم بدات تحط حسابات مجنونه حسابات ليس لها اساس يعني من العقلانيه فحته الغاء الدوري. طيب انا دوري موسم عندي موسم تاريخي للنادي الاهلي طبعا احترامي للجميع ولكل المنافسين انا عندي السنه دي موسم تاريخي الغيه لا طبعا النتائج دي بس انت ممكن الظروف هي اللي تحكم عليك بكده يعني مثلا يعني لو وصلنا شهر 7 و8 هل نقدر نستكمل الموسم ولا هيبقى صعب خلاص هتخش على موسم جديد بقى تبتدي دوري جديد وتعتمد على نتائج الدوري اللي استكمل قبل كده؟ في صوت تاني بينادي في العالم دلوقتي في العالم كله حتى في ظل ازمات اللاعبين المتكرره مع الاصابات وتجهيز وضغوط الانديه وضغوط المسابقات القاريه ها قال لك نمنح الفرصه موسم جه من عند ربنا بقى يعني نمنح فرصه اللاعبين ونستكمل الموسم الجاي نفس الموسم ده. طب والفترات الكبيره بتطرح دلوقتي هتبقى موجوده السنه الجايه هي قال لك فرص راحه للاعبين فرص راحه للاعبين ومشاركات قاريه طبعا ومشاركات في المسابقات القاريه ومع المنتخبات البطولات القاريه للاعبين لان عندك بطولات ممكن قالوا تستمر بقى بس الكلام ده تسويقيا واقتصاديا اعتقد هيبقى مستحيل هتبقى صعبه طبعا لان انت هتلغي انت عندك مشكله كبيره في الدوري الاسباني ان تيباس خفير تيباس رئيس رابطه الدوري هم عندهم رابطه الدوري طبعا ما عندهمش النظام الفهلوه اللي عندنا احترام يعني بس بيبقى في تواصل مع الاتحاد يعني ساعات في تواصل بس هي لجنه بتدير البطوله طبعا واللي احنا حاولنا نعملها كذا مره هنا بتنظم في مصر بتنظم الايرادات بتنظم حقوق كل نادي بتنظم حقوق البث بتنظم اللي بياخده كل نادي لجنه مسؤوله مين رئيس اللجنه دي؟ خفيرتي بس ده ايه برشلوني ولا مدريدي؟ ده اسباني اسباني ما يعني مش مش منتمي لاي هو نادي هو بيحافظ على حقوق الانديه طبعا ايوه بس هو روابط الانديه بتبقى مندوبي من مندوبين من الانديه بيبقوا مندوبين في من كل نادي هو ده مندوب بقى موجود يعني. انما ده رئيس الرابطه ده المفروض انه لا يمثل اي نادي جاي من الاتحاد بغض النظر بقى عن ايه يعني مثلا انا ممكن انا سوري رئيس كذا بس انا رئيس منظومه رئيس اتحاد الكوره عندنا نقول مثلا عمرو الجنايني زملكاوي ماشي انا هنا هقف مع نادي الزمالك في كل المواقف ما هو ده اللي بيحصل ساعات انا مش عايز اخش في ازمات واحرك المياه الراكده ولكن هل انا بتكلم في العقل هل هنا المفروض ان انا ابقى زملكاوي الطبيعي يعني لا الطبيعي المفروض قراراتي تبقى لصالح نادي الزمالك لا طبعا ولا لصالح المنظومه اللي انا بديرها لصالح المنظومه بس هو هل نقدر احنا نعمل كده المفروض انت فتحت ملف مهم دلوقتي رابطه الانديه هل احنا نقدر نعمل الكلام ده؟ لن يحدث دوري محترفين في مصر مع الاسم المايع اللي احنا بنقول عليه دوري المحترفين المصري ده ليس دوري محترفين ده دوري احنا بقالنا كام سنه عايزين نعمل دوري هواه اللي عندنا دوري هواه حتى الان دوري هواه وللاسف هو بالشكل ده شوف الدوريات في المنطقه حواليك بقت عامله ازاي الدوريات العربيه بقت عامله ازاي في الامارات وفي قطر وفي السعوديه بقت المحترفين بيبحثوا عن الدوريات دي صح